الدرس اللي علمته لك فاتن حمامة في بدايتك؟ يعني مدام فاتن كانت قالت لنا حقيقي ملحوظه حلوه قوي، خليكم طبيعيين ما تمثلوش، لان التمثيل فيه عدم مصداقيه، لكن الصدق بيبقى فيه مصداقيه. فهي بين التمثيل والصدق هي شعره، انت بتأدي الدور ده بس مش بتمثيل، باحساس حقيقي، يعني ده الفرق. كنت تتمني وجودها السنه دي وتشوف العمل العميق والاداء ده؟ يعني كنت مستنيه بتشوفي رايها في الدورين المتناقضين اللي فيهم تمثيل عالي ونضج في اداء نيلي كريم. بصي بصراحه ما عداش سنه من ساعه ما اشتغلت معاها وجه القمر، ما عداش سنه اللي كان دايما بتبارك لي بجد. كنت انا اكلمها في التليفون مثلا لسه اقول لها مدام فاتن طب حضرتك بتتابعي المسلسل؟ فكانت ترد عليا قبل ما اجاوب السؤال ايوه انا بتفرج. ف يعني قطعت بيه. يعني طب مين مش هقدر اقول لك حل محلها ولقيتيه بيكلمك ويطمنك ويبارك لك من الوسط، مين كلمك بارك لك من الوسط؟ انت كلمتيني. بعيدا عني طبعا انا ببارك لك. لا ناس أنا كتير. من بصي ناس كتير من المسلسلات الاساسيه، يعني ده اكتر مسلسل يعني انا قعدت له بتركيز. يعني انا بدات اتفرج على المسلسلات اول يوم وتاني يوم وتالت يوم، طبعا لقيت مسلسلك ما ينفعش اتفرج عليه على التلفزيون من الاعلانات بصراحه، فبدات اركز، اتشديت للشخصيه وعايزه اتابعها بدماغ وروقان علشان ما اتشتتش. فعشت معاه، قعدت بقى جبته وقعدت اتفرج حلقه حلقه من غير اعلانات كامل كده، وعشت مع نسيمه ورحت معاها. يمكن انت ويسرى من اكتر المسلسلات اللي عشت معاهم واندمجت معاهم، وبشوفهم من اهم المسلسلات اللي تقدموا. طبعا انت لسه قايله اسم، طبعا يسرى اكيد بتكلمني وانا بكلمها نبارك لبعض. حبيبتي الهام شاهين طبعا، يعني ريهام عبد الغفور، لا ناس كتير بصراحة، يعني مش عايزة انسى حد. بس تابعتي ريهام وحنان عاملين حالة فظيعة في الرحلة. ريهام عبد الغفور عاملة دور فظيع. وانا انا كلمت ريهام على طول، يمكن تاني حلقة اتفرجت على اول حلقتين، عاملة دور حلو قوي قوي، هي وباسل عاملين دويتو فظيع. برضو دور مركب وصعب، والمسلسل من المسلسلات الحلوة حقيقي. يعني بصي يمكن علشان احنا طول الوقت بنصور، فبتلحقي مثلا حلقه من ده حلقه من ده حلقه من ده، بس بعد رمضان يمكن بنتابع اكتر، بيبقى في وقت للمتابعه. يعني طبعا حصل بعض المسلسلات اللي الناس تعبت فيها والمفروض انها بتتعمل لرمضان وحصل انها ما اتعرضتش، هل حاسه ان ده ظلم؟ وهل لو كان حصل مع نيلي زي ما حصل مع يسرى وهنيدي، وانا كنت اتمنى طبعا ان الاثنين ينزلوا لانهم مسلسلات مهمه واهم من مسلسلات كتير موجوده اتعرضت، عدت يعني في 5 6 مسلسلات كوميدي على الساحه ما سابوش بصمه، وهنيدي في قناه عربيه ساب بصمه، يسرى في اكتر من مسلسل اجتماعي معلقش مع الناس، ولكن يسرى بره ثابت علامه. لو كان حصل معاكي الموقف ده وانت تعبانه في الشخصيتين دول ولقيتي نفسك كده المسلسل بتعرضش هنا في بلدك، تعملي ايه؟ كان هيتعرض بعد رمضان تبقى مشاهدته اكتر. كنت هتبقى مبسوطه قوي بصراحه. ده بعد رمضان هتشوفي المشاهده عليه. لا عادي كمان، انا ما بزعلش ابوسي في من الحاجات دي بصراحه، ما تهتميش خالص. مع ان انت انا عارفه الناس هتتفرج. بس نجاحك في رمضان الناس بتستناه يعني. والله صدقيني ذات لما اتعرض في رمضان نجح، لكن بعد رمضان نجح اكتر 100 مره.